السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد حرف الجيم، كلمة جيم. جيم فتحة ج، جيم فتحة ج، أو ممكن أقول جيم فتحة ج. جيم ضمة جو، أو جيم ضمة جو. جيم كسرة جي، جيم كسرة جي. جيم سكون ج، أو جيم سكون ج. تعالوا نقراهم بقى هنا: جمل، جبن، جزر، رجل. جيم فتحة جا، جمل. جيم ضمة جو، جبن. جيم كسرة جي، جزر. جيم سكون جا، رج. بس وقفنا شوية هنا عشان نكمل. رجل. الكلمات اللي علينا حفظ في حرف الجيم ان شاء الله: جمل، جبن، جزر، رجل. طيب يلا بينا نروح بقى عند اصوات الايه، اصوات او قطار الاصوات. دي اسمها حركات حرف الجيم، حركات حرف الجيم. جيم فتحه جا، جيم ضمه جو، جيم كسره جي، جيم سكون جا، جا جو جي جا، جا جو جي جا، جا جو جي جا. طيب يلا بينا كمان نشوف ده حرف الجيم. اسمه حرف الجيم المنفصل. يعني ايه منفصل؟ يعني بيتكتب لوحده، مش شابك في حرف كمان، بيجي في اخر الكلمة عادة. يعني نقول ايه حرف الجيم؟ ده حرف الجيم اسمه حرف الجيم المنفصل. طب حرف الجيم ده بصوا مدد ايده كده هيشبك في حرف كمان، فاسمه حرف الجيم المتصل. متصل يعني هنوصله بحرف كمان. بعد ما نحفظ الصفحة دي الكلمات، حركات الحرف، الحرف أشكال الحرف اللي هو المتصل والمنفصل، الطفل هيحفظها كويس. بعد ما يحفظها نبتدي نحل معاه التدريبات. هنا بيقولي ارسم دائرة حول الصورة التي بها صوت حرف الجيم. ها جا، جا جزر أو جيم، أهو يبقى هعمل دايرة. ج جسر، هعمل دايرة برضو في حرف الجيم. رمان، لا مفهوش. جا جرس، فيها جرس حرف الجيم، اعمل عليها دايرة. اذن، لا مفيش. طيب هنا دي قلنا اسمها ايه؟ ده اسمه جزر. جزر مفروض جزع كمان، دي اسمه جزع او جزر. ده هنقول ايه؟ قلنا ايه؟ جي جي جي، في هنا كسرة، يبقى حرف الجيم وتحت كسرة الونه. طب هنا ده ايه؟ صورة ايه؟ جمل. جاب هنا يبقى فتحة، حرف الجيم عليها فتحة. طب دي ايه؟ جو، جبن. جو يبقى حرف الجيم وعليها ضمة، جبن. طب دي ايه؟ رج، رجل. في وقفة هنا كده، يبقى حرف الجيم اللي عليه سكون. هنرجع نفكره تاني بالكلمات، يكتبهم كده كل كلمة 3 مرات: جمل، جبن، جزر، رجل. ونكمل معاه باقي التدريبات. عندي هنا ده السرج بتاع الحصان اللي هو بيتحط على الظهر، يعني اي حد بيقعد عليها. عندي 3 نقط، فهطلع 3 صور. نقول ايه؟ س ر جه جه جه. الجيم جت فين؟ جت في تالت مربع او تالت صوبع، يبقى تالت مربع احط ايه؟ في دايرة. طب تعال نشوف كلمة جمل، برضو مديني 3 مربعات. جاء جاء، او ده جت على اول صوبع، يبقى اروح على اول مربع حرف الجيم. طب دي برضو 3. ر جه جه جه، رج جه جه، رجل. يبقى برضو هنا هحط ايه؟ هحط نقطة عند الصوبع التاني، يبقى المربع التاني. هنا عايزني اكتب الحرف الناقص مع ضبطه بالشكل، يعني بكتب الحرف هشوف بقى عليه سكون، كسرة، فتحة، ضمة. هنا رج، وقفنا وقفة كده، رجل. يبقى هعمل حرف الجيم وعليه ايه؟ عليه سكون. طب هنا جمل، يبقى حرف الجيم وعليه فتحة. جبن، جو، حرف الجيم وعليه ضمة. جزر، جي جي، ده في كسرة هنا، يبقى حرف الجيم وتحتيه كسرة. تمام. هنا بيقول لي ركب الحروف لتكون كلمة واضبط الحروف بالشكل. طب عندي هنا كلمة وعايزني يعني عندي حروف متلخبطة عايز نعمل منها كلمة. مثلا كلمة جمل، جمل، وحطيت عليها الفتحات بتاعتها دي. نمر،
نمر. طلعت هنا نمر. طب دي خدناها الحصة اللي فاتت. جسم جسم. طب ودي دي تنفع بحر وتنفع حرب. ممكن اقول بحر وممكن اقول حرب، بس خلينا في البحر احسن طبعا. طيب هنا ماما هترجع تملينا، او اللي بيدي درس يملي طفل تاني يفكره بالكلمات. هيمليه جمل، جبن، جزر، رجل. هيمليه جاجي، جوجا، اللي هي حرف الجيم بالحركات بتاعته. هيمليه حرف الجيم بالاشكال بتاعته، حرف الجيم المنفصل وحرف الجيم المتصل. وفي صفحة واجب بقى المفروض الطفل لوحده يعملها، واحنا يعني ايه نبقى قاعدين جنبه كده نشوف هيقف في حاجة نساعده فيها. هيرجع يكتب تاني الكلمات يسترجعها، وبعد كده نقول له بقى دي الصورة دي صورة ايه. هيقول صورة جمل، جام. نقول له طب هي اول حرف فيها جمل دي عليها ايه؟ عليها فتحة، يبقى حرف الجيم عليه فتحة. طب دي جزع، جي جي جزع، يبقى حرف الايه الجيم تحتيه كسرة. طب ودي جبن، جو ضمنا شفايفنا، يبقى حرف الجيم عليه ضمة. طب دي رج، رجل. ده هنا فيه وقفنا شوية، يبقى حرف سكون. هنا عايزني اكتب اول حرف من الكلمة، بيقول لي انظر واكتب. ممكن اكتب اول حرف، هو ما قاليش اكتب اول حرف فتعالوا نكمل الكلمة كامل. هو ما قالش اكتب اول حرف. طب هنا دي ايه؟ تمر. طب انا هكملها كده ايه؟ تمر. طب دي جبن، جبن. طب دي ارز، ارز. ودي برج، برج. تمام كده كاتب لي انظر واكتب بس، فمش كاتب ان عايز حرف فانا اكتب له الكلمة كلها. يبقى دي تمر، جبن، ارز، برج. تمام كده خلصنا الدرس، وان شاء الله المره الجايه بعدين حرفه ازاي. تعالوا نشوف حركات، نكتب بقى على السبوره حركات الحرف بتاعنا. طيب يبقى عندنا حرفه الجيم. حرفه الجيم ده قلنا ده حرفه الجيم، ده حرف الجيم المنفصل. حرف الجيم الايه؟ المنفصل. طيب ده حرف الجيم المتصل. حرف الجيم المتصل يعني هنشبكه في حرف كمان. حرف الجيم المتصل هنوصله بحرف ايه؟ بحرف كمان عشان نعمل منه كلمة. يبقى ده حرف الجيم المنفصل، حرف الجيم المتصل. طب تعالوا نشوف بقى أشكال حركات حرف الجيم. هنقول ايه؟ جيم فتحة جا، جيم فتحة جا، جيم كسرة جي، جيم كسرة جي. طب هنا شوية كده عشان النجفة عاملة ضوء. جيم فتحة جي. طيب انا مفيد. جيم ضمو، جيم ضمجو، جيم سكون ج، جيم سكون ج. يلا نقولهم بقى مع بعض. جا جي جو ج، جا جي جو ج، جيم فتحة ج، جيم كسرة جي، جيم ضمة جو، جيم سكون ج، جا جي جو ج، جا جي جو ج. جا جمل، جي جزر، جو جبن، ج رجل، رجل. تمام كده يبقى اللي علينا حفظ ان شاء الله كلمات جمل، جبن، جزر، ورجل. وهنحفظ شكل حرف الجيم المتصل والمنفصل، وهنحفظ حرف الجيم بالحركات بتاعته الفتحة والكسرة والضمة والسكون. كده خلصنا حرف الجيم. اشوفكم ان شاء الله الحصة الجاية مع حرف جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.